يستمر مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام متابعي انطلاقاتي هذا اليوم في اندفاعاتي وتحدياتي ميدان الظفرة ومهرجان الظفرة شوطنا العاشر ضمن انطلاقاتي ايضا اشواط مقيض الدار مباشرة الى مقدمة الشوط مباشرة الى المركز الاول حيث اجد الصدارة الاولى والمقدمة على الصدارة والمركز الاول مشغلة عبيد بن خادم بن محمد الرميثي يتقدم ايضا ويقدم لنا مشغلة في المركز الاول بينما المركز الثاني للطامة عبد الله بن سعيد بن علي الاكتبي النقلة مباشرة الى المركز الثالث حيث اجد الوثبة القادمة في هذه اللحظات في المركز الثالث والقادمة لسعادة سالم بن راشد بن محمد النيادي. مرحبا يا ابو راشد بهذه المشاركة والقادم من العين دار الزين هنا يتقدم ويأتي من خلال تواجد الوثبة مع المركز الثالث بينما المركز الرابع ايضا هذه يا مشاهدين الاعزاء اتجاه ذيب تأتي لسالم بن عامر ايضا بن عمهي المنصوري يتقدم من خلال هذا الاداء على المركز الرابع بينما المركز الخامس وصلت هذه اللحظات ترنيمة لمحمد بن مطر بن راشد المزروعي خذت المركز الخامس والمركز السادس القدوم على سادس المراكز من جوف احمد بن خيره اليابوني الظاهري خذت المركز السادس المركز السابع سابع المراكز وجد عبيد بن سعيد بن منانه يتقدم على المركز السابع والمركز الثامن القادم هذه اللحظات حشيمه حمد بن عوض بن زيتون المهيري خذت المركز الثامن بينما المركز التاسع هذه صيطة لعلي بن سعيد بن بطي الدرعي خذت المركز التاسع المركز العاشر هناك الوصول من عالية محمد بن خزام بن محمد المنصوري هذا هو ندائنا الأول هذا هو ندائنا الأول ما شاء الله تبارك الله شوفوا راعي مشغل وين شوفوا مشغل عبيد بن خادم بن محمد الرميثي يقدم لنا مشغلة يقدم لنا مشغلة راعي مشغل المكسور أحد بنوك الإنتاج بالدولة بالفعل الذي يتقدم على المركز الأول يأتي من خلال مشغلة على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول على الانفراد الأول على الاندفاع الأول روح يا راعي مشغلة روح مع الصدارة الأولى مع المقدمة الأولى بينما للطامة عبد الله بن سعيد بن علي الاكتبي على المركز الثاني تتقدم من خلال هذه السرعة وصلت الوثبة وصلت الوثبة يتقدم سعادة سالم بن راشد بن محمد النيادي ويتابعها أبو عامر في الأداء وفي التميز من خلال تواجد الوثبة هنا على المركز الثالث المركز الرابع تجاذيب سالم بن عامر بن عمهي المنصوري يصل مع تجاذيب بينما وصل في هذه اللحظات بن زيتون يتقدم مع حشيمة حمد بن عوض بن زيتون المهيري خذت المركز الخامس المركز السادس المركز السادس هذه جوف احمد بن خيره اليبهوني الظاهري على سادس المراكز المركز السابع المركز السابع القدوم الوصول ايضا من صيطه علي بن سعيد بن بطي الدرعي وصل الدرعي يتقدم على سابع المراكز المركز الثامن وصلت وجد عبيد بن سعيد بن منانه الاكتبي في ثامن المراكز المركز التاسع يتقدم ايضا في هذه اللحظات مع اللي هي وصلت الشبابية محمد بن راشد بن سعيد بن محمد المخيبي وصل يتقدم من خلال تواجد الشبابية خذت المركز التاسع مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام المركز العاشر هذه الوثبة محمد بن خميس بن علي البطيني هذه النتيجة هذه الاسماء هذه التحديات ايضا القوية ولكن عودة الى مشغلة عودة الى مشغلة اللي انفردت انفراد كلي وايضا من البداية وهي في المقدمة من البداية وهي في الصدارة من البداية وهي في الاندفاع الاول يتقدم هذا الشعار ياتي بهذا الاندفاع عبيد بن خادم بن محمد
الرميثي يقدم لنا مشغله، بينما المركز الثاني للطامه عبد الله بن سعيد بن علي الاكتبي يصل مع للطامه على المركز الثاني. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في ثاني المراكز، النقله مباشره هناك الى المركز الثالث، هناك الى المركز الثالث، الوصول الدخول في ثالث المراكز. من يا ترى القادمه؟ من يا ترى الواصله؟ هذه تجاذيب، تجاذيب سالم بن عامر بن عمهي المنصوري، وصلت في هذه اللحظات حشيمه، حمد بن عوض بن زيتون المهيري وصل، المهيري وصل، بدا يتقدم على المركز الرابع، المركز الخامس. الله 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 الله، القادمه بيان مسفر بخميس بن سبيع المنصوري، اول نداء للبيان، اول نداء لبيان ياتي من خلال هذا الاداء. الوصول من جوف احمد بن خيره اليبهوني الظاهري، الكيلومتر الاخير وما زالت مشغله، ما زالت مشغله مع المركز الاول والصدارة الأولى، منافسة قوية من شعار الاكتبي، ولكن مشغلة على الصدارة. عبيد بخادم بن محمد الرميثي، الرميثي على المركز الأول، الرميثي على الصدارة الأولى، يقدم لنا هذه الماركة، يقدم لنا هذا الاندفاع، يقدم لنا هذا الانطلاق على المركز الأول على الصدارة الأولى. عبيد بخادم بن محمد الرميثي يتقدم في الصدارة الأولى. وصلوا الجماعة الستمائة متر الأخيرة، القدوم من خلال للطامة عبد الله بن سعيد بن علي الاكتبي، ولكن هناك تجاذيب سالم بن عامر بن عمهي المنصوري، وصول من ايضا هناك المسج، وصلت ايضا لحميد بن حران بن حمد بن حران بن حميدان، وصل هناك حميد بن حران بن حمد بن حميدان، يتقدم من خلال هذه المنافسة، ولكن ما زالت مشغلة مشغلة مشغلة، وتجاذيب، تجاذيب اللي غيرت الصدارة، تجاذيب اللي غيرت المركز الأول. بن عمهي بن عمهي بن عمهي إلى دبي، إلى ند الشبا، إلى دبي، إلى المرموم بالفعل، يقدم لنا تجاذيب سالم بن عامر بن عمهي المنصوري، يتقدم في المركز الأول. سلام بو عامر، سلام، سلام على فوز تجاذيب سالم بن عامر بن عمهي المنصوري. لحظات الوصول مع خط النهايه، تهانينا وناموس المركز الثاني، وصلت ايضا المسج حميد بن حران بن حمد بن حميدان المركز الثالث، وصول من الوثب محمد الخميس بن علي البطين المركز الرابع، مشغل عبيد بخادم بن محمد الرميد المركز الخامس، المركز الخامس كانت هناك اللي هي جوف احمد بن خيره اليبهوني الظاهري. هكذا مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، نعود بكم إلى الإعادة، حيث تجاذيب سالم بن عامر بن عمهي المنصوري هي من فازت في هذا الشوط. وحدة الناموس الغالي في مهرجان الظفرة في ثالث أيام هذا المهرجان، نسير بالتوقيت الزمني قطعة المسافة في الخمسة كيلومترات بتوقيت زمني وقدر. هنا لحظات الإعادة واللمسات الرائعة من مخرجنا حسين السيد بسبع دقائق 44 ثانية جزئين من الثانية، تهانينا لسالم بن عامر بن عمهي المنصوري المركز الثاني، وصول في ثاني المراكز من خلال المسج حميد بن حران بن حمد بن حميدان، سبع دقائق 46 ثانية، وفاء وتماما وكمالا، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث كان الوصول بسبع دقائق 46 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية، هي الوثبة محمد بخميس بن علي البطيني، تهانينا والناموس.